صباح الخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من السياسة اليوم السبت 6 كانون الثاني 2024. بشرفني رحب بضيفي بالاستوديو دكتور حسن حمادي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني في هذه الحلقة يبدو أنه المقدمة عكس حالة اليوم، رد المقاومة في لبنان على جرائم العدو الإسرائيلي، تحديدا على الخرق الأمني في الضاحية الجنوبية وجريمة اغتيال القيادي الشيخ صالح العروري. المقاومة ردت على مواقع حيوية للعدو، دكتور، قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمة جبل الجرمق شمال فلسطين، وهي قاعدة للإدارة والتحكم والمراقبة الجوي الوحيد شمال فلسطين، وتعنى بإدارة كامل العمليات في سوريا، لبنان، قبرص وتركيا والقسم الشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر مركزا لعمليات التشويش الإلكتروني، ويعمل فيها نخب من الضباط والجنود المختصين. رد على مستوى الجريمة دكتور؟ بتقديري أنه أكيد رد كتير كبير، يعني صحيح. وكان سمعنا من سماحة السيد أنه الجواب مش أنه قررنا نعمل الرد الفلاني، أنه الميدان هو بيجيب الرد. صحيح. لأنه منا مسألة مثل أيام زمان، يعني أنه أبو ليلى المهلهل بيسحب سلاح، لا سيف ولا. صحيح. يعني في جواب الميدان هو أفضل جواب، لأنه اليوم الكلمة الوحيدة هي للميدان. يعني اليوم مثل ما بتعرفي حتى الدول يلي كان منتظر منها أن يكون عندها شوية أهلية دبلوماسية وكذا، هالشي ما عاد موجود، لأنه الكل منخرط بالحرب. الكل منخرط بالحرب، يعني ما في حدا فيقول أنا بمأمن، واحد، ولا حدا بيقدر يقول أنا محايد، لأنه ما في محايد، هذه كذبة كبيرة. ما في حدا محايد. نعم. يلي عنا مثلا بالعالم العربي أو ما يسمى بالعالم الإسلامي أو كذا، بيقول لك أنا محايد من هالي، يعني هو ماشي مع إسرائيل. تما نكون نضيع. وكذلك الأمر على الصعيد الدولي. نعم. فهلق أكيد هذه الضربة بتدل على مستوى من الأداء الحربي طبعا رفيع جدا، وهذه لن تكون آخر الضربات النوعية القوية، لا، لأنه في عندهم كل مين عنده بنك أهداف، مثل ما بيقولوا عبارة تستخدم، هذه بنك أهداف، كل مين عنده بنك أهداف، وبالتالي يلي ما بيرحمك ما فيك ترحميه أبدا، يعني صحيح. طبعا بعدين في شيء أنه يعني بتعرفي إسرائيل مثل ما بيقولوا مربى الدلع، يعني لأنه اللي سير لها مش سير لحدا. صحيح. أمبراطوريات على حيلة متبنيتها وبتحميها يعني مساوئة بتحولهم تظهرهم للعالم إنه هني حسنات، ويعني قبحة هو شيء جميل وكذا وإلى آخره، زائد إنه اللي يفترض بهم أن يكونوا خصوم أو أعداء، عم يتبين مع الوقت أنهم حلفاء وحلفاء موثوقون ومن أحلى ما يكون، يعني وتاريخي، وأقصد طبعا بذلك الصهيونية العربية وكذا إلى آخره. يعني فمربى الدلال هي، يعني شو بيصير لأحلى من هاي، إنه بدك تحاربي يلا ما تسألي، كل أنواع السلاح بتصليك وكله مفتوح، يعني خزائن السلاح، جبخانات السلاح كذا، كله بتصرفك. مارسوا أنتوا أيها التلموديون، أيها التلموديون، لأنه بتعرفي الحركة التلمودية هي حركة خطفت اليهودية إلى أماكن تانية، يعني وهي الأم المولدة للصهيونية، حركة التلمودية. نعم. ف
فهيدي يلي هي، وطبعا الصهيونية هي أم التيارات العنصرية الحديثة مثل النازية والفاشية وغيرها. الأم الهون هي الصهيونية اللي هي وليدة التلموديين. فاليوم صاروا كلهم عمليا بتشوفي الانفتاح على التلموديين ورفض أي علاقة مع اليهود اللي هن مسالمين. يعني صحيح ممنوع أن يكون الإنسان مسالم. هيك عمالي بقلك الأجنبي الغربي المنخرط بالكامل بأفظع مجزرة للأطفال ارتكبت في التاريخ. في التاريخ هيرودوس بالزمان للأطفال، ذبح الأطفال وكذا وإلى آخره. والآن الصهاينة هذا ما يفعلونه الصهاينة، يعني هم يتقصدون يعني قتل الأطفال عن عمد. عن عمد طبعا، عن عمد، لأنه بحكم دين التلمودي يقضي بذلك. عرفتي كيف؟ دين التلمودي ينص على ذلك. ما بيقدروا. وعم نشوف على اليوتيوب حخامات هم يقولون ذلك، إنه إن ديننا، هني بيقولوا دين اليهودي. هي التلمودية، الحركة التلمودية داخل المنظومة اليهودية، في الحركة التلمودية يلي لا يمكن أن تصالحنا بحياتنا. يعني إذا من ضويلة العشرة تخلنا برافو عليكم وتعوا لأدبحكم، هيك تتصرف أساساً إسرائيل. يعني عرفتي كيف؟ فلذلك يعني إذا إسرائيل لا سمح الله ربحت بهذه المنازلة الكبرى، يعني الدور فورا جاي على لبنان. يعني طبعا يعني صحيح، وجرى تحضير الأجواء بلبنان، تفكيك المجتمع، تمزيقه إلى آخره إلى آخره إلى آخره، جرى إعداد زيادة الضغوطات الاقتصادية. يعني بتعتبر دكتور إنه اللي صار بلبنان بالسنوات الأخيرة هو تحضير الأرضية للانقضاض الإسرائيلي على لبنان بعد الانتهاء من حركة المقاومة في فلسطين؟ نعم، يعني تجريد لبنان من كل أدوات القوة اللي عنده، وإجوا دخلوا له أيضا هذا اللي سمي قانون الانتخاب يلي مزق ما تبقى من النسيج الاجتماعي. يعني تمزيق داخل، دخل على البيوت على غرف النوم ومزق النسيج، يعني الأسري حتى مزقه. صار الخيط تخيو، وصار مبدأ خيانة رفيق الدرب شغلة ضرورية وحياتية. نصبه ما تحطوا إلا اسمي إلى آخره، هذا كله هذا من تحضير لتعاطي جرى الإعداد. ولكن أي انتصار لا سمح الله لا سمح الله، يعني معناته جاي فورا الهجوم علينا. بكل بساطة، يعني لمن بكل بساطة. وهيدي من هون ترى دكتور حضرتك أهمية يعني دخول المقاومة اللبنانية باليوم التالي، يعني بعد ساعات دغري بـ 28 المقاومة بادرت واستبقت ودخلت على خط الدعم والمساندة لتصل اليوم بعد 3 أشهر إلى تعزيز قوة الردع لليوم العدو الإسرائيلي. رغم هذه الحرب وشراستها وكل هذا الدعم، لا يزال يعني يحسب حساب هذه الجبهة عند حدود الشمالية لفلسطين. يحسب الحساب الكبير، لأنه هو درج لا يقلنا أنه هذا يعني مربى الدلال. نعم، عرفتي كيف؟ خدي مثلا، هي مش وليدة اليوم، أنه بهالكم سنة دمرونا اقتصاديا وإلى آخره وماليا وسمعة وكل شيء والنسيج الاجتماعي وهذا، لأنه في مخطط هو بعد انهيار الجيوش حرب 67. نعم، بمراكز الأبحاث الإسرائيلية طلع أنه أوكي هلأ قطعنا أول مرحلة كانت الصهيونية هي بناء الدولة. تاني مرحلة هي تدمير الجيوش التي تهدد الوجود الإسرائيلي.
ثالث مرحلة الدخول بشيء اسمه تدمير المجتمعات. وهون بدي وجه التحية، يعني لأنه عيب ألا توجه له التحية إلى هذا المفكر الكبير العملاق يلي اسمه يوسف الأشقر. نعم. يلي من أكثر من حوالي 60 سنة لفت النظر لهذا الموضوع، إن انتبهوا عم ندخل بمرحلة حروب تدمير المجتمعات. انتبهوا كتير بكل شيء على وحدة مجتمعاتنا. نعم. يلي هي تفضلي دمروا لنا مجتمعاتنا، عرفت كيف؟ فهذا كله تحضيرا لذلك هي مربى الدلال. اليوم الشيء اللي صار واللي عم بيصير أيضا، التقنية العالية رغم الفارق بنوعية السلاح أيضا ورغم كثافة هذا السلاح النوعي الكذا، ورغم دخول الحلف الأطلسي كله بالمعادلة، ضباط أمريكيين فرنسيين ألمان بريطانيين كذا شركاء بالمعارك، يعني مش شغلة مزحة، هذه كله ليضربوا هذه المقاومة يلي عم تضرب أرقام قياسية بالصمود الأسطوري لأهلنا وأحبائنا في غزة. غزة المدينة العريقة جدا، افتكي لما كانت غزة متألقة ما كان في موسى بعد، كان في شيء اسمه ديانة يهودية أساسا. نعم. كان نعم. افتكي غزة شغلة يعني عريقة جدا. عم بيجوا بدهم محو عن هذه تفضلي شو عم يعملوا أهل غزة، يعني هودي أوتاد الأرض أهل غزة، عرفتي كيف؟ صحيح. يعني بهالوضع الجغرافي اللي يستحيل إنسان فيه أن يصمد، يستحيل الصمود، عم يقف بوجه الحلف الأطلسي لأنه بلا قوات الحلف الأطلسي هالكم التلمودي مرت بإسرائيل، هودي بينلعن أبو الخلفون كان. صحيح. هودي شي هم لا شيء، هودي وفعلا هم لا شيء لما بيكون في إنسان عنا مقرر أن يصمد، هؤلاء هم لا شيء. أنت عمالي تواجهي حلف شمال الأطلسي. صحيح. مع قرار باستباحة كل شيء بدءا من تطويع جميع المحيط، كل مكونات المحيط تطويعه من خلال شيء اسمه إبادة الأطفال. هذه من أرهب أنواع الجرائم والبربرية والكذا. نعم. وهون بدي أعطي مثل، لأنه نحن اليوم بيصل لعنا أحد ممثلي البربرية الأوروبية يلي هو الأستاذ بوريل، هو مشرف اليوم. نعم. تماما. نعم. الأستاذ بوريل من كم يوم على شبكة تلفزيونية بعتقد خليجية، نعم، بيسألوه مباشرة هل تعتبر، هذا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، نعم، بيقولوا له هل تعتبر، ألا ترى أنه إسرائيل عم ترتكب جرائم حرب يعني؟ بيجاوب قال لهم أنا لست، وهذا موجود على اليوتيوب الكل فيهم يشوفوه، أنا لست محامي أو رجل قانون، في محاكم تنظر بذلك، قال نشوف شو تنظر بذلك. قال له طيب هل ترى أن ما قامت به حماس بسبعة تشرين هو من نوع جرائم حرب؟ قال له نعم. فورا صار يعرف. نعم. عرفتي كيف؟ لأنه هو بربري. نعم. هو بربري لأنه من يشارك بمذابح الأطفال هو بربري، هو منه إنسان حضاري، منه متمدن هذا. نعم. هذا اللي يصف أنه هن البرابرة، أنه هن المتحضرين ونحن سكان الأدغال، مش هيك قال عنا؟ صحيح. يعني هيدا التعاطي بتقسيم الناس عن، عن إسرائيل واستعدادا لاستقباله وتشريفه لعنا، جيب له هالكتاب من أحد أهم المؤرخين الجدد في بريطانيا. نعم. بربري. في بريطانيا. نعم. كيث لوي. نعم. وهو شاب يعني مؤرخ كبير وشاب، إيه و
عامل كتاب عن أوروبا البربرية، عن الجرائم التي ارتكبها الأوروبيون بحق بعضهم بين سنتي 1945 و 1950 بخمس سنين. ما هي نوعية الجرائم التي ارتكبت التي ارتكبها الأوروبيون بحق بعضهم؟ عرفت كيف؟ نعم. لذلك مسميها أوروبا البربرية. نعم. واليوم هذا الموقف، هذه المشاركة بالإبادة، إبادة الأطفال، هي تأكيد على البربرية الأوروبية يلي جاي باسمها اليوم شخص يعمل حاله أنه هو عم ينصح إلى آخره، ونصائح ودبلوماسية وإلى آخره، وإن عم يبعثوا لنا تهديدات بيصير فيكم كذا بيصير فيكم كذا، لأنه بيعرفوا أنه إحنا بتسك جرينا لسوء الطالع صايرين. عرفتي كيف؟ طيب. يعني لاستقباله بما يليق به نقول له أنه أنت من هودي يا حبيبي، أنتوا عم ترتكبوا جرائم قتل الأطفال. نعم. أنتوا قتلت الأطفال، أنتم وحوش، أنتم أنتم آخر من له حق أن يتحدث بالمدنية وبالإنسانية وبالقانون. عرفتي كيف؟ وبالحضارة. أنتم الوحوش، أنتم البرابرة يا أستاذ بوريل. عرفت شو أنت؟ هذا شو اسمه. وسعيد جدا لأنه عرفت مؤخرة هذا الكتاب لصديق إلي ومعاملي اللي قدرت حصلت منه، أرجع استعيره منه. نعم. ليلي استعرته، لأنه قبل استعرته 3 أشهر وهذا، فما وقت بيعطيني إياه، وقال لي أوعى بدي التزام، لأنه سحب هذا من نعم التداول من المكتبات. بس سمعت أنه هنالك من بدأ بترجمته. نعم. إلى اللغة العربية. طيب دكتور، رح نستكمل بهذا الموضوع. تفضلي. اسمح لنا ننتقل يعني معرفة الأوضاع في الجنوب مع مدير مكتب الـ NBN في جنوب لبنان علي دياب. صباح الخير علي. صباح الخير رندا ولضيفك. علي، يعني على ضوء التطورات النوعية في الساعات القليلة الماضية، كيف هو الوضع في الجنوب؟ رندا، طبعا كما أسلفت، الرد الأولي على جريمة اغتيال الشيخ صالح العروري ورفاقه لم يتأخر سوى أضعة مع ساعات الصباح الأولى. طبعا وكما أعلنت المقاومة رسميا في بيان أنها ردت بشكل نوعي على تلك الجريمة باستهداف واحد من أهم مواقع القيادة والسيطرة التابعة لقوات الاحتلال في منطقة نيرون في الجليل، برشقة صاروخية أصابت به ذلك الموقع. طبعا الوضع في الجنوب منذ الصباح يشهد تصعيدا كبيرا من خلال قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام سلاحها الجوي وسلاحها المدفعي باستهداف شريط عدد من القرى في القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى الشرق، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات ثقيلة جدا استهدفت فيها وسط بلدة عيت الشعب، وغارة أيضا استهدفت حي الجامع في بلدة يارون، وغارات بين راميا وعيت الشعب وبيت ليك، إضافة إلى قصف مدفعي منذ قليل استهدف حي المعتقل في بلدة الخيام وثلاثة حمامس وسهل مرجعيون وأطراف أولى ووادي سدوقي. كل هذه المنطقة تشهد تصعيدا أو اعتداءات إسرائيلية تارة بشكل مكثف وتارة أخرى بشكل متقطع. إذن هذا هو الوضع الميداني حتى الساعة رندا في الجنوب، غارات جوية وقصف مدفعي ورد من المقاومة يتناسب مع هذه الاعتداءات. نعم، بدي أشكرك كتير علي دياب مدير مكتب الـNBN في الجنوب، وبطبيعة الحال يعني ستوافينا بكل تطور دكتور. يعني واضح أنه اليوم يعني الجنوب هناك تطور نوعي في
يعني الاعتداءات الإسرائيلية مثل ما ذكر زميلنا علي، يعني اليوم عم بيكون التصعيد بنفس الوقت عبر استخدام الطائرات الحربية والمدفعية، وعم بتكون يعني الشريط الحدود صح التعبير أو المناطق الحدودية أصح عم بيكون عليها يعني تكثيف للغارات. عم نحكي بعيط الشعب، يارون، راميا، لخيام، مرج عيون، وادي السلوقة، عم يتوسع وحولة طبعا عم بيكون في توسع يعني بنفس الوقت مثل ما ذكر زميلنا علي. برأيك هذا الموضوع قابل للتصعيد يعني بس ومتى يعني وهل سيهدأ؟ يعني هل رح تكون نوع من فشة الخلق الإسرائيلية على عملية المقاومة صباح اليوم وبعدين نشوف بترجع لنفس الوتيرة السابقة؟ تعرفي رأيي من الأول لم يتغير. تفضل. لا، نحن بحالة حرب. طبعا نحن بحالة حرب. صحيح. طبعا بحالة حرب. صحيح. نحن كنا بسطاء لدرجة كما نقول أغبياء، خلينا نقول بسطاء يعني لدرجة أنه مصدقين أنه يعني مصير ونصدق الموفدين اللي بيجونا من برا وبيكذبوا علينا أو بيهولوا علينا أو كذا، ونحن نصغي دائما شو بيجي من برا وخصوصا من أوروبا يعني نعم. من عند البرابرة يلي بدهم إبادتنا يعني نعم. عرفتي كيف؟ طيب، فيا سيدتي لا، الأمور رايحة، أكيد رايحة نحو تصعيد كبير. نعم. لأنه في عدة اعتبارات. تفضل. أولاً مش عن عبث، حلف شمال الأطلسي كله داخل بحرب الإبادة الجماعية، وبالتالي دخل فيها وفق أصول، يعني جاء برد كل صحاته الداخلية، أعلن سلفاً أنه انتبهوا يا أيها الشعوب، ما بقى في شيء اسمه حريات، انتهى الموضوع. كان في شغل جد اللي بيزيع عن خياله، بيخسر عمله، ممكن اغتياله اوروبا. نعم. يخسر عمله، يفقر، تختفي حساباته من البنوك الى اخره، بتموت من الجوع اذا زحت او فتحت تمك. لذلك عم نشوف كيف عم يحاربوا الناس باشغالهم، والصحفيين إذا حدا فتح تمه بيطير من شغله. نعم. شو بيروح على البنك بيقولوا لا، ما أنت حسابك أنت ساحب بوالك بالوقت الفلاني وفلان، عم يسحبوا يسرقوا. يا محلى اللي صار عنا هون بلبنان، هون نعم. تلميذون لهوديك، شو بتحكى حال. ف يعني مرمد الساحة عنده لأنه فايت بهذه المعركة الكبرى، لأنه هذه الدول هي كلها اللي نحن بننظر لأنه شيء مهم، بدءا من الولايات المتحدة، هودي دول مرتزقة. عند مين بتشتغل؟ تشتغل عند أقطاب النفط والغاز شركات المال. نعم. وبالتالي كله بيصب عند الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، يلي معظم مالكي الاحتياطي الفيدرالي ليسوا أمريكيين أساسا. عرفتي؟ نعم. أوكي، في ابن روكفلر وابن كذا، بس في آخرين شركاء مش أمريكيين هون ما بيعرفوه. حتى الأمريكان أغلبهم 99% ما بيعرف أساسا، أهبل ناس هودي ما بيعرفوا شيء يعني. نعم. عرفتي كيف؟ فهودي عم بينفذوا حرب، نحن وضعنا صعب لدرجة، وللأسف أنه ما اشتغلنا على عقلنا. نعم. بقينا ننقاد بغرائزنا وكراهيتنا لبعضنا وكذا كلبنانيين عم بحكي. إيه؟ ما انتبهنا أنه نحن وين موجودين. أنت بحرب عمالي بقودة والإمرة فيها لكبار تجار الطاقة. نعم. النفط والغاز والأسلحة والأدوية شفناها بفترة كورونا، يعني شفنا سطوة شركات الأدوية في العالم. هودي نفسهم. نعم. هودي تحالف الشر بالعالم، تحالف الشر. هودي اللي بيقال عنهم عبدة الشيطان، وهو كذلك يعني. نعم.
هلق حول عبدة الشيطان بدي إذا نسيت رجاء ذكريني خلص نحط يعني. نقطة طيب إيه. تفضل. فيا سيدتي نحن منا منتبهين مين اللي عمالي بيحاربنا وكذا، وإذا نحن ما قررنا إن نحمي حالنا ولا يحمينا سوى مين؟ قوتنا تحمينا. نعم. قوتنا تحمينا. نعم. يعني نقرر إنه عن هالأرض أنت يا إسرائيلي فشرت برقتك إنك تخدها لها الأرض، نأخذ روحك قبل ما تقدر تخدها. عرفتي كيف؟ وهون بدي وجه تحية إلى مجاهدين لبنانيين في المقاومة، الأشراف، نعم، الشهداء وأهل الشهداء يلي يعني من أرقى ما يكون مواقفهم، نعم، إنسانيا وأخلاقيا وطنيا في تضحية وفي إيمان، وأيضا للمجاهدين اللي الله يرد عنهم بالساحات مبيضينا، وأيضا للمجاهدين الفلسطينيين. وبدي وجه التحية إلى أم الأحرار والمجاهدين، والدة الشهيد صالح العروري، نعم، اللي شفناها صحيح، وشقيقته كيف يتقبلون شهادته، لأنه هيك تقوم الأمم والشعوب والكذا، لا تقوم بإيديولوجيا التخويف والخوف والأونطة وبيع كل شيء، نعم، قابل للبيع والشراء. هذا الشيء لا يجوز يعني. هذه الحرية الحمراء دكتور حسن. تسمح لنا نتوقف مع فاصل إذا سمحت ونستكمل؟ حاضر. العفو. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. مجدداً برحب فيكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من السياسة اليوم، وأجدد الترحيب بضيفي دكتور حسن حمادي. دكتور حمادي، لنستكمل قطعناك ما تواخذنا لضرورات الفواصل عادة بالتلفزيون. حضرتك كنت يعني عم بتأكد أنه ما يجري اليوم من حرب في فلسطين، من حرب على غزة وفي جنوب لبنان، يفضي إلى نتيجة حتمية أنه لا يحمينا سوى قوتنا. وهيدا اللي يعني سماحة الأمين العام لحزب الله بالخطابين اللي وراء بعضهم يعني مبارح وقبل مبارح أكد على هذا الموضوع. إذا لم نكون يعني لم نكن أقوياء ما حدا بيحترمنا وما حدا بيعملنا حساب. هيدا بعيدنا، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. اليوم خلص دخلنا يعني بهذه المقولة، ما بقى في حروب استنزاف المقاومات بدءا من فلسطين وصولا إلى اليمن مرورا بسوريا والعراق دكتور ولبنان طبعا. يعني هذا القرار برأيك اتخذ، وحرب ما أخذ بالقوة سيعود بالقوة؟ طبعا هذا منطق التاريخ. هذا منطق التاريخ، نعم، وهذا موجود بكل المجتمعات وبكل الأمم وبكل شو اسمه، هذا منطق التاريخ. وراح أعطيك مثل أدلة على ذلك. تفضل. في جرى مؤخرا من كم يوم جرى اغتيال صحافي يهودي بالكيان الغاصب اسمه جيري يوركام. نعم. هذا الإنسان من حوالي 20 يوم عمل، كان عمالي بتابع بدقة يرصد تحركات سفينة كبرى تحولت إلى قدر يعرف أنه هالسفينة الكبرى هي عبارة صارت عن بوجه حيفة، هي عبارة عن يعني برادات للجثث. نعم. وهودي لا ضباط وجنود ما عم يعلنوا عنهم انه قتلوا. نعم. من الجملة على اثر التحقيق الدقيق اللي عملوا هذا من 20 يوم يعني بدك تحسبي. نعم. بيقول ايه كان ايه بعد 20 يوم. نعم. بيقول انه تبين انه عدد الاليات اللي خسرتها اسرائيل
825 آلية عسكرية بين دبابة وحاملات يعني حاملات جند وغيرها. عدد القتلى الجنود الصهاينة كان 8435. ولا مرة خسرت إسرائيل بأي حرب من حروبها هذا العدد. لم يسبق ذلك. وهن بتعرفي عاملين مثل بأوروبا بهذا تعتيم كامل يعني ممنوع. صحيح. نحن عنا فالت بتحكي كل شيء. صحيح. إيه. والمقاومة عنا صادقة يعني بتعطي خبر لأهالي الشهداء دغري. صحيح. وبيجوز غير هيك. أما هونيك عم يخفوا كل شيء. ف 8435 عدد القتلى الفرنسيين منهم 902. عدد القتلى الأمريكيين 1385. نعم. يعني بالإضافة ل 8435. نعم. عدد القتلى البريطانيين 79. نعم. عدد القتلى الإيطاليين 48. نعم. وعدد قتلى مرتزقة هيك 62. نعم. هلق وتوافق هذه الأعداد مع عدد الحاويات المبردة التي على متن الباخرة MGZ الراسية. نعم. على بعد من ميناء حيفا وتحرسها البحرية الأمريكية. ولوحظ كثرة إرسال القوارب الصغيرة منها وإليها مما دعا هذا الصحفي للوصول إلى تلك المعلومات التي هزت شارع العدو مما دعا إلى اغتياله على يد الموساد في مدينة عكا. نعم. لنشره تلك المعلومات وقد اختفت الباخرة عن الأنظار وقد شوهدت بعد ذلك في موانئ قبرص. هذا واحد. نعم. اثنين يا سيدتي لتشوفي خطورة. يكتب منذ بضعة أيام الرئيس السابق للموساد يوسي كوهين. نعم. كتب في صحيفة هارتس. نعم. حاعطيكي بس مقطع صغير فضل. لأنه يعبر تعبير كامل فضل عن فضل. الوضع اليوم. هذا من كم يوم يعني. نعم. وبعد 80 يوما من الأخطاء والتقديرات غير المدروسة تجد دولة إسرائيل لأول مرة منذ 1948. نعم. تجد نفسها في صراع الوجود واللا وجود. واضح سيدتي؟ نعم. نعم. بيقول نعم يا بني وطني أتحدث عن اللا وجود. طبعا بيقول بني وطني فسر برقته هذه فلسطين. نعم. الوطن الفلسطيني بس هو هيك عم بيقول. أنا سأكون أول من يعلق الجرس ويسمعني اليوم جميع بني وطني. إذا استمر هذا الفريق في قيادتنا وإن شاء الله يستمر. نعم. أنا مع بقاء نتنياهو وفريق حربه. نعم. طبعا. في قيادتنا فنحن عائدون إلى بولندا وروسيا وبريطانيا وأمريكا ذلك إذا سمحوا لنا بالعودة. هلأ إن عملية الاغتيال الأخيرة في عاصمة حزب الله. نعم. كانت آخر مغامرة يائسة لبيبي نتنياهو. نعم. ولن تكون الأخيرة. نعم. إنه يغرق ويأخذنا معه إلى الهلاك. نعم. ليس هو يغرق لأنه عم يهرب إلى الأمام. صحيح. للنجاة بنفسه من السجن. صحيح. عرفتي كيف؟ نعم. هو هداك اللص جالنت. نعم. الحيوان. نعم. لا زال بيبي يراهن على جر أمريكا إلى هذه المعركة وهذا رهانه الأخير الآن بس لا يسمعون الكل خصوصا نحن بلبنان. فتح. الأمريكيون لن يأتوا. اسمعوني جيدا. نعم. إنه إذا هني خلص فرط وضعهم وهذا لا ما رح يأتوا ساعتها بيبيعون. نعم. الأمريكيون لن يأتوا اسمعوني. فعندما قامت خبر أن قوات الرضوان قد أصبحت على أبواب عكا أعرف جيدا أننا جميعا عائدون إلى دول الشتات من حيث أتينا.
هذا هو. وعم نحكي يعني الرئيس السابق للموساد موسي كوهان، نعم. من أشرس رؤساء الموساد اللي عرفوا يعني نعم. بالكيان الغاصب. الوضع هو بهذه الخطورة، عرفتي، وعلى لسانهم يعني نعم. الكل الأمريكان والبرابرة، نعم. الأوروبا البربر، أوروبا البربرية، نعم. داخلين بهذه الهستيريا اللي داخلين فيها يعني إيه؟ إنه حتى هي إبادة الأطفال، لا 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 هذه منا ما بنعرف، خلي القضاء يقول كلمته. انتبهتي كيف؟ لا، هي في معركة وجود، إحنا بقلب هذه المعركة، وفي أصحاب المصالح الكبرى بالنفط والغاز يلي هن عملوا لك الحرب العالمية الأولى، نعم. وردوا عملوا لك الحرب العالمية الثانية، عرفتي كيف؟ وبيعملوا حروب وين ما كان بالعالم، ما بيخلوا منطقة شو اسمه، عندهم جيش المرتزقة الأول اللي عندهم يلي هو جيش الولايات المتحدة الأمريكية، الأمريك مرسنار، هذا دراسات انعملت حول أمريكا المرتزقة، نعم. عرفتي كيف؟ نعم. هودي كلهم بيشتغلوا عند هاو، ونحن لذلك بدنا ننتبه إيه ولو تأخرنا كتير، إنه نعرف نحن بوجه مين، اللي ما نستخف بالقصص ونفكر إنه بيجينا وعي من وعد من هون، وبيجينا وعد من هون، وبيجي زير لعنا من هون، وكله بيجي بيكذبوا علينا. هودي خزمتشية عند أصحاب ال نعم رئيس أوروبي ووزير أوروبي وكذا، هودي خزمتشية، هودي بيشتغلوا عند هوديك يعني، نعم. فبيجوا ونحن منبني مواقفنا ومنبني تحليلاتنا على شو بقولولنا الرسل، يعني الـ 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 يعني المنتجات الدونية للصهيونية، سو برودوي دو سيونيزم، يعني هودي كيف منتجات الدونية، نصبح نبني نحن مواقفنا على تطمينات هودي أو وعود هودي أو تهديدات هودي، هذا شيء لا يجوز. لذلك نقع بأمور هيدي الأكبر خطر على وجودنا اللبناني. وبدي أعطيك مثال تفضل حول هذا الموضوع. يذكر سنة لك التاريخ أي متى؟ تاريخ يا سيدتي، بمقال سنة 1925 هنا عن استقلال مراكش الإسبانية، نعم. طلع المقال في جريدة مجلة اسمها المجلة بسان باولو، وكتب هذا المقال في البرازيل، في البرازيل، نعم. كان عمره 21 سنة، الفيلسوف أنطون سعادي، نعم. ابن 21 سنة لما كتب هذا المقال الخطير، عم يحكي عن استقلال مراكش الإسبانية لما، نعم. كان في الاحتلال الإسباني، نعم. للمملكة المغربية، صحيح. يعني نعم. أشقائنا وأحبائنا، إيه. طبعا هو يمتدح بشكل عظيم صمود المراكشيين وبطولتهم وكذا، نعم. وإلى آخره، وبيقول إنه هني أوعى منا من الخطر. عندما سنة 25 سنة نشوب الثورة السورية الكبرى، صحيح صحيح، قيادة السلطان باشا الأطرش، نعم. بس ما كانت بعد نشأت الثورة، ما كانت نشبت بعد، نعم. طيب بيقول ايه، بيقول لو كنا أخذنا رأي بعض السوريين، نعم، وقولي بعض اللبنانيين، نعم، يعني السوريين أثناء كلمة. عم نحكي تماما. لبنان وسوريا، نعم، تماما. لو كنا أخذنا رأي بعض السوريين بنهضة مراكش، أها، يلي لبت نداء عبد الكريم الخطابي، نعم، المجاهد العظيم للاستقلال، نعم. لو كنا أخذنا رأي بعض السوريين بنهضة مراكش وهي في البدء، لما كنا حصلنا إلا على جواب واحد، هو جواب عدم الإيمان وعدم اليقين. لماذا؟ ويجيب لأن بعض السوريين يعدون جيوش إسبانيا فيرونها أكثر كثيرا من جيوش مراكش، نعم. فضلا عن كمال تجهيز هذا ونقص تجهيز تلك،
هذه ونقص تجهيز تلك. نعم. وهم لا يرون أهم من هذه المقابلة. ولكن انتبه هون أنه مش هذه القصة بس من الجيش الأكثر قوة. مع أنه يوجد أهم منها بكثير لها المقارنة المقابلة، هو المقابلة بين الروح السارية في أولئك والروح السارية في هؤلاء. حلو. نحكي عن أصحاب الأرض والتمسكهم طبعاً. صحيح طبعاً طبعاً. وما يدعم مبادئ الفريق إلى آخره إلى آخره. طلع بيقول شو؟ بيقول في هذه الحقيقة، نعم، قصة الروح، نجد أيضا البرهان على أهلية الاستقلال الذي هو إحدى ذرائع الاستعمار. فاستقلال مراكش يوحي إلينا أن أهلية أن الأهلية للاستقلال هي نيله. هون أهلية الاستقلال. صحيح. ولو كان المراكشيون بس نحن نسمع كلبنانيين وغيرنا، نعم، العرب، ولو كان المراكشيون أهلنا أقربائنا أشقائنا، ولو كان المراكشيون انصرفوا إلى إقناع العالم بالكلام عن أهليتهم للاستقلال، مثل ما هلا يعني لازم تعطوا حق الفلسطينيين الحق بتقرير مصيرهم، ولازم كذا، ونروح منزور على الاتحاد الأوروبي ونروح لهونيك، عرفتي كيف؟ مثل ما هلا عمالي بيصير. لكن شو؟ ولو كان هي ليه؟ ولو كان المراكشيون صرفوا إلى إقناع العالم بالكلام بأهليتهم للاستقلال، لكان ذهب تعبهم باطلا كما ذهب تعب غيرهم من الأمم التي هي راقية. يعني بالمحصلة نقطتين، أول شغلة إنه الإيمان بأنه يعني الاستعمار أو الجيش المحتل يمكن مقاومته، يعني لا يجوز الاستسلام لفكرة أنه بالعديد والعتاد ما فينا نهزم. وتاني فكرة هي الروحية، روحية والإرادة باسترداد الحق وعودة الأرض. واليوم إذا بنعمل لها إسقاط على ما يجري في فلسطين وفي الأراضي المحتلة أيضا يعني من قبل العدو الإسرائيلي في لبنان، اليوم هذه الشروط موجودة دكتور لحضرتك، هيك يعني عم بتحاول تقلنا. نعم. هون بيقول شغلي وبختم. تفضل. لأنه كتير خطير. تفضل. عفو. بتعرفي هو كتير قومي سوري. صحيح. يا لطيف. نعم. ولكن بيحكي رجل علم زلمة. بيقول من يقول أن مراكش أحق بالاستقلال من مصر وسوريا؟ من يقول ذلك؟ ومع ذلك فمصر وسوريا لا تزالان غير أهل للاستقلال، وستبقيان كذلك إلى أن تنالا استقلالهما بالسيف، لأن القوة هي القول الفصل في إثبات الحق القومي أو إنكاره. نعم. عرفتي كيف؟ طبعا. فمن هالناحية هيدي بدنا ننظر لواقع حقيقة المقاومة عنا، ونتوقف من إصدار، يعني نخرج هذا الموضوع الخطر الصهيوني علينا، نخرج من كراهيتنا لبعضنا الداخل اللبناني. نعم. نخرج من قواعد الغرائز، ونخضع لقواعد العقل والمنطق، لأنه بلدنا رح يزول عن الوجود يعني. وهذا البربري الأوروبي ليش عمالي بيقلك بدكن توطنوا؟ ما في سقف للتوطين. صح. أما نحن عنا إذا وصلت القصة ل 3% كارثة بأوروبا. حتى يعني بوريل ذاته دكتور من سنة وشوي بمؤتمر النزوح. نعم. يعني ببلجيكا كمان يعني سمع اللبنانيين كلام قاسي على موضوع النازيين السوريين. هو يهودي صهيوني إسباني هو الأستاذ بوريل، واضح. لذلك شلنا له كمان الاستشهاد تبع مراكش والاحتلال الإسباني. على كل حال بس تعقيبا الإسباني. نعم تعقيبا دكتور. حضرتك عم تقول أنه يعني الشهيد أنطونس عادي كتبه بسنة 1925، بس يعني بس كان بلبنان في بذور لمقاومة. كلنا يعني كنا منشوف بمقاومة الشيخ
عبد الحسين شرف الدين، أدهم خنجر، صادق حمزة، اللي كانت هيدي الأسماء اللي يعني حرام اتهمت على عشرات السنوات بأنهم قطاع طرق، وهن كانوا يعني لا طبعاً المقاومة طبعاً طبعاً أبطال ضد الاستعمار الفرنسي آنذاك. نعم. والثورة يعني العربية في سوريا جاءت على خلفية ربما لجوء المناضل أدهم خنجر إلى سلطان باشا الأطرش، والكل بيعرف القصة بلا شك. طبعاً لا. طبعاً يعني كانت بلشت هيك تهب نسمات المقاومة على المنطقة على لبنان وسوريا وحصلوا على استقلال. بلادنا عم تصحى من قريب 500 سنة من الاحتلال العثماني يلي كان يرتاح ويطمئن دائماً لاحتلاله لأن الأمبراطوريات الأوروبية اللعينة كانت تسانده. نعم. يعملوا الاتفاقات منذ اتفاقية شهيرة امتيازات يلي أعطاها السلطان العثماني سليمان القانوني إلى أول ملك صاحب ملكية مطلقة بفرنسا يلي هو فرانسيس الأول. نعم. عرفتي كيف؟ ويأخذوا ويمرقوا لبعضهم وإلى آخره، ولا يزال التعاون مستمر، يعني لا يزال مستمر التعاون بين فرنسا وتركيا وهذا لا يزال. نعم. المهم انه يكونوا ضدنا، ضد وجودنا يعني. على كل حال وزير خارجية امريكا في تركيا اليوم عنده جولة كبيرة. لا. تركيا لا. اليونان الأردن الأراضي المحتلة ويعني مصر ربما او الضفة الغربية ايضا، يعني سيزور حكومة رام الله. بدهم يرجعوا يسوقوا لاحتواء هذا، بدهم يسوقوا لحل الكذبتين. حل الدولتين اللي الكذبتين حضرتك يعني بتشوفها ما إلى محل كحل. هي ما في شيء اسمه حل الدولتين. هم عم بيناوروا بكذب غير موجود يعني؟ نعم. الموجود حل الكذبتين. نعم. خداعنا وخداع أشقاء الفلسطينيين وهذه والالتفاف على هذه الظاهرة الفظيعة، هذا الصمود الأسطوري أنه مفروض يكونوا العرب خلصنا بقى منهم خلاص. نعم. خلص كل شيء يعني طولت. وتحديدا الفلسطيني مفروض خلص كل شيء. وإذ تبين أنه هذا الطفل الفلسطيني ذلك عمال بيبتشوا فيه بلا رحمة للطفل الفلسطيني، أنه يخرب بيتك أنت، نحن معتبرينك أنت صرت من أهل الموت، أنت منك من أهل الحياة. وإذ أنت طالع من بطن أمك متمسك بالحياة متمسك بهالأرض. نعم. كيف الحكي هذا؟ عم يبتشوا فيه بهذا الشكل. لأنه هن يريدوا أنه هون تبقى هذه الـ نعم. الـ يبقى هذا الكيان، عرفتي كيف؟ يتزعم الكيانات العربية كلها. وعلى كل أجت مؤتمر العار ب 11 تشرين الثاني، الحدث عن القمة العربية والإسلامية، القمة العربية والإسلامية واللي يعني تمكن العرب فيها من زج العالم الإسلامي غصبا عنه بلا الخضوع أمام الإرادة الصهيونية، يعني كانت هيك. فأجوا للالتفاف على هذه الظاهرة، ظاهرة الحرية. نعم. لأنه في ناس كتير يخافون من الحرية. الحرية بتخوف يبدو كتير ناس يعني. طيب حضرتك يعني ذكرت وعلى لسان يعني أحد قيادات العدو السابقين كوهين رئيس الموساد. نعم. عن اليوم هذه الحرب، هي كتبها من كم يوم. نعم. بها أرتس. نعم. إنه هذه الحرب هي تمثل صراع الوجود واللا وجود. تمام. نعم. لأول مرة منذ 1948. نعم. تقول هيك. هل الأمريكيون اليوم يستشعرون هذا الموضوع وهيدا اللي عم بيخليهم هالقد يعطوا فترات سماح إلى العدو الإسرائيلي، وليس فقط يعني القتل والتدمير وكل هذه الهمجية اللي عن جد ما بيتخيلها عقل اللي عم بيصير بفلسطين، وأيضا الذهاب إلى مربع الاغتيالات وتوسعة هذه الاغتيالات؟ يعني دكتور عم بحكي عن بداية اغتيال مستشار الحرس الثوري في دمشق. طيب. السيد موسوي، الشيخ صالح العروري، أحد قيادات الحشد الشعبي أيضا في العراق. طب هيدا الموضوع لوين بيفتح؟ أكبر غلط تصور أنه
إنه الإسرائيليين بيعملوها بدون معرفة الأمريكي، بدون أعوذ بالله طبعا، هي يعني هي بضوء أخضر أمريكي، بقرار أمريكي، مش هي بقرار أمريكي. يعني أنت شوفي الإعلام في الولايات المتحدة وكذلك الأمر الإعلام بأوروبا، نعم، هداك النهار إعلامية أمريكية نعم. دعيته للدكتور مصطفى البرغوثي اللي بنوجه له التحية لصلابته ووطنيته وإنسانيته وتعقله، صلابته نعم، دعته بده إياه إنه يقول حماس هي منظمة إرهابية، وصارت تعيط عليه مصطفى كذا هيك تحديه مصابين به سيريا لأنه مطلوب منهم ذلك. لا سيدتي، هذه الحرب هي جزء من المخطط الكبير، مش أنه عطيتها لإسرائيل فترة سماح أمريكا، نو مش عطيتها فترة سماح، قيلت لها بدك تفوتي وما تخلي ولا تبقي وخدي وقتك الكامل لذلك، يعني نعم. هذا اللي يفسر كل هالكرم بالسلاح وبالكذا، يعني ما تحرك مرف جفنهم للأوروبيين على مشهد قتل الأطفال والإبادات، نعم، لأنه هذا قرار متخذ وهن عمالي بينفذوا، والطواقم الحاكمة في الدول الأوروبية نعم. مثل بالطاقم الحاكم بالولايات المتحدة، هودي القوى التي أتت بهم إلى السلطة، وصاروا منذ أكثر من 15 سنة الانتخابات صار مشكوك فيها، لأنه كله على الفرز عمالي بيتم عبر آليات الفرز، نعم. الفرز هذا بتحطي اللوجيسيال بتحطي بيعطيك النتائج قبل حصول الانتخابات، عرفتي كيف؟ بيرجع بعدين بينقال والله هيدي شركة مثلا إيفوب، عرفتي كيف؟ والله شركة عظيمة بالإحصاءات، بتجيب على الملي الإحصاءات قبل بكم يوم من الانتخابات، لا لأنه هذا محملين اللوجيسيال اللي بيعطي هيك، عرفتي كيف؟ هذا فقصة الانتخابات وهذا والديمقراطية أساسا عيب، نحن بعد نبهدل عقولنا ونكذب على حالنا وعلى بعضنا ونحكي عن الديمقراطيات برا، خلص خلصنا بقى، لا ديمقراطية لا قوانين لا شرعية دولية، ما في شيء ماشي. وهون خطورة المنزلق الكبير اللي فايت فيه العالم، واللي يا سيدتي أنه كنا حكين عن عبدة الشيطان، ايه هلأ حطيت لك يا نعم، لأنه عم بتصير عمليا الواقع الدولي بهالدول التابعة، الحكومات المرتزقة عمالي بتكون بيد اللي بينفذوها السلطات التنفيذية، هي تنفيذية بس مش تقريرية، نعم التقرير برا، تقرير عند هودي اللي هلق مشكلتنا معهم مباشرة تبع الطاقة، هول بيقرروا الحكومات تنفذ. طيب دكتور بتسمح لنا ناخد آخر فاصل، فضلي بدنا نحكي بعد الفاصل، بدي أسألك هل عن جد يعني هناك سعي أمريكي لاحتواء التصعيد في قلق من هيدا الموضوع، وحضرتك يعني كمان تحدثت أنه اليوم خلص سقطت الشرعية الدولية، لا قوانين تلزم العدو ولا من يدعمه بتطبيق القوانين الدولية ويعني شرعة الحروب والشرعة الإنسانية، وتحدثت عن نقطة أنه العالم ينزلق إلى منزلق خطير يعني منزلق. بس لوين بده يودي فينا بعد الفاصل الناقش فيه إذا سمحت، مشاهدينا فاصل قصير ونعود. مجددا برح فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الأخير من السياسة اليوم، وأرحب مجددا بحضرتك دكتور حسن حميدي. دكتور حسن، يعني كنا عم نحكي انطلاقا من التحرك الحراك الدبلوماسي على مستوى عالي أمريكيا في المنطقة، هل فعلا يخشى الأمريكيون من توسعة رقعة الحرب بموازاة اللي حضرتك تفضلت فيه أن نتنياهو الغارق اليوم هو يعني يمكن أن يفعل أي شيء
من أجل إنقاذ رأسه من المحاكمة. لسيدتي نعم. دولة الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك نعم. شيء اسمه دولة إسرائيل، هذا ملك إلها، يلي هي دولة الولايات المتحدة الأمريكية التي تملكها الكتلة الصناعية العسكرية نعم. في الولايات المتحدة، يعني والاحتياطي الفيدرالي يلي معظم مالكيه ليسوا حتى أمريكيين. واضح؟ طيب. إذن هيدي الولايات المتحدة هي الأولوية لإسرائيل، تعمل البدية وتستبيح البدية لا ما بهم. أيمتى الولايات المتحدة تتدخل وتردع وتوقف؟ يعني لما بتشوف إنه الإسرائيليين صاروا بخطر وخلص خطر هزيمة، يعني بيتدخلوا هني ساعتها. شفتوا نحن من الأول عم نقول لهم ما يروحوا ما يغامروا، بيتدخلوا على المستويين العسكري والدبلوماسي. يعني حضرتك تمام بالسفيرة بيسافروا بتهدى الأمور يعني. طبعا يعني اليوم قرار توسعة الحرب بيد الولايات المتحدة الأمريكية، هي اللي عم توسع وهذا القلق توسع الحرب. نعم، وهذا القلق يعني هيك موه منه قلق طبعاً حقيقي. طبعا طبعا هذه بيكذبوا أكثر ما بيتنفس، يلا هو يعني لترهيب الجبهات الأخرى. ربما بتلاقي انه هذا القلق ليقولوا لهم انه في خوف توسعة وخايفين، لانه لحظة يعني قدروا الشيء اللي صاير ما بيتصوروا العقل. تسألي انه طب كيف بعد في مثلا منبلش عنا دول عربية ما قررت انها تتحرك، يعني تتحرك دبلوماسيا؟ يعني ما بدناش يقاتلوا دبلوماسيا. هلا المجموعة العربية بالأمم المتحدة عملت أكثر من مشروع قرار. شو عملت؟ أي عملت مشروع قرار يا ستنا؟ إذا ما هي فاتت مشروع قرار ابن بوليفيا عمالي بيطرح المشروع، يعني ما شو نعم. شو بدك؟ إياك تفكري إنه في شيء اسمه حيوية عربية. مش صحيح، هيدي الجامعة العربية، هيدي جامعة لواحز ورشال، مش أكثر مش أكثر. يلي ما قدرت تدخل قنينة مي على غزة، شو هذا يا أمة الله؟ الإبادة الجماعية أمامنا يا أمة الله. يلي ما تحركوا، شو نوع من كمخلوقات؟ يعني نضحك على بعضنا؟ وبعدني عند رأيي ولن أغير رأيي، لأنه كل يوم الوقائع تؤكد لي صحة هذا الرأي. في حالي معادلة ثلاثية، حصار عربي بصري أردني، تمويل عربي خليجي، مطرقة إسرائيلية. هذا ما يحدث في نعم، وهذا ممكن بكرة أن يحدث في لبنان أيضا لا سمح الله. لذلك نحن كلبنانيين مصلحتنا الحيوية للبقاء على قيد الحياة أن لا تنهزم غزة. نعم. يوم المصير قد صار نعم، هذا هو الواقع سيدتي، هذا هو الوجود ولا وجود. ايه بطبيعة الحال لكي شو عم يحكي هذا الإسرائيلي اللي صير له دعم ما صاير لحدا. نعم. وبرده طب اوكي بنكرهه لهالإسرائيلي، بس عذرا يعني هذا عم بيشغل عقله، هذا يوسي كوهين. نعم. رئيس الموساد السابق يعني عم بيقول لك أنا صرت مهدد بوجودي. طب نحن ما شايفين هذه الأمور؟ يعني نحن وبقية الـ يعني الدول الأعضاء بجامعة لواحز ورشال ما شايفين هذه الأمور يعني. نعم. يعني طب هذا اليمني، طب اليمني يعني ليكي واقف. طيب ما بالنهاية الحياة هيك، الحياة صراع والحق هو انتصار في الصراع. يعني نعم. هون بيكون في حق. لما بيصير في انتصار بالصراع يعني بيصير يلد الحق ساعتها. حق يصنع، هذا مش هيك بيجي يعني هدية. يعني هذا يعني ما فينا نبقى على هذا التخلف العقلي المرعب. يعني نحن وماشيين مثل الله عطيه ورا غرايزنا، يعني ما فينا نكفي بهذا الشكل.
نعم. طيب بس أكيد إنه القرار بإطالة أمد الحرب أو وقف إطلاق النار حرب، وهذا هو قرار عند الولايات المتحدة الأمريكية. لحظة اللي بدهن، لحظة اللي بدهن جديا، بلحظة تفرض حكومة نتنياهو، لحظة صغيرة تفرض حكومة نتنياهو. نعم. مسيلي سموتريتش وهداك البغل هداك بن غفير. نعم. لا يسحبوا لبيني جانتس، خلصت القصة. راحت حكومة نتنياهو. أي. أي طبعا. وبعدين بيركبوا حكومة تانية وبيعملوا حل إنه هدوء كذا إلى آخره. ببلشوا بيعطوا كريدي لمين؟ لحكومات الصهيونية العربية لترجع تتحرك وحل الكذبتين وإلى آخره، ومساعدات للفلسطينيين والصمود وفق قرار الأمم المتحدة تبع الجمعية العمومية وإلى آخره. نرجع بنفوت بدوامة الكذب والنفاق وبيعطون أدوار وبيعطون كذا. شو يعني اليوم يعني اليوم عارفين هالأشياء واختبرناها يا أمة الله، خلاص قليل من الاحترام لعقولنا، نحترم عقولنا شوي يعني، مش أكتر، مش طيب مطلوب أكتر من هيك دكتور. يعني كنا نشوف يعني القرار عند أمريكا. نعم. كنا نشوف دور مصري فعال قبل 27، يعني بكل الاعتداءات الإسرائيلية اللي كانت تصير على قطاع غزة ربما يعني لأيام قليلة، كنا نشوف تتدخل يعني مصر كوسيط، وكنا نشوف تهدئة. اليوم مصر تعمل بورقة ومبادرة هي عم بت يعني لي من أجل هدنة طويلة، تتحدث القاهرة عن ربما يعني أقل تكون ثلاث أسابيع ممكن من بعد أمريكا. تفضل. أكيد. بس إذا سمحتي لي تفضل طبعا، إنه بلاش إثارة هالموضوع رجاء. أوكي تكرم عينك. أنا لا بدي أحكي لأنه عن المخارج السياسية، لأنه في وفد من الموساد، لأنه في وفد من الموساد يعني بده زار القاهرة خلال الساعات الماضية للتباحث في الورقة المصرية اللي طرحتها. بس اليوم يعني بعد اغتيال الشيخ العروري في بيروت يبدو أن المقاومة الفلسطينية أخذت قرار حاسم، ما بقى بدنا نبحث بولا موضوع قبل وقف إطلاق النار. هل أدي رح يكون في تعذر لمخارج سياسية ولو بشراك يعني بإشراك دول عربية بهيدا الموضوع دكتور بالمدى المنظور؟ شوفي نعم. لما يصير اسمعي مثلا كلمة الأستاذ هنية بارح، يعني نعم كلمة الأستاذ هنية كتير كانت معتدلة ورقيقة وناعمة جدا، وتوجه فيها اللي حضرتك عم تتوجه فيه للولايات المتحدة، عم بيقول لهم أنتوا بتملكوا وقف إطلاق النار أوقفوا. وكان نعم. بكتير بتهذيب نعم. خطبهم يعني ما في حدية بخطابه نعم. إيه إنه إذا بتقرر الولايات المتحدة ما في مانع إذا بتقرر وقف الحرب نعم. وقف العدوان نعم. عرفتي كيف؟ إيه ما في مانع من شو اسمه؟ لا واضح من بعدين التباحث في يعني بالمرحلة لاحقة التباحث بالملفات اللي بتكون المصيبة كلها هو سيدتي مصيبة فظيعة الشكل يعني هو واقع العالم العربي يعني. هون المشكلة، هون واقع العالم العربي، هون المشكلة موجودة يعني. نضحك على بعضنا يعني، عشان هيك قلت لك انه نغير نعم الموضوع نعم. لا فهمت على حضرتك كثير، لانه افضل بكثير يعني نغير الموضوع يعني عرفتي كيف نعم. لا خير يرجى من جامعه لواحد ورشال، ننسى هلا ان الناس خير ما كثير، لا خير يرجى. الناس ما كثير بتعرف من هن لواحد ورشال. سيدتي هي كاريكاتير عملت بحرب 73 عند حدوث التوقيع على اتفاقية الكيلو 101 صحيح. بين الإسرائيليين والجيش المصري البطل نعم. اللي ضحى وعبر السويس يعني منحيي كل شهيد من شهداء نعم. الجيش المصري، ونحيي البطل بطل العبور التاريخي المشير سعد الدين الشاذلي نعم.
وكل الأبطال اللي معه إلى آخره. يومها إنه صار أول اتفاق الكيلو 101، نعم، وإنه بدنا نفوت هلق بمفاوضات سلام. في اثنين من حرام، يعني أنا أحترمهم طبعا، يعني مما درج على تسميتهم وصفهم ببنات الهوى، إيه؟ واحدة مصرية وواحدة إسرائيلية، إيه؟ فعم بتقول المصرية إنه الإسرائيلية، قلت لها شايفة يا لواحظ، طب هلا خلص راح يصير في سلم، طيب شو بتعمل؟ واقفين قدام مبنى الجامعة العربية، شو بتعمل بهون؟ أنا رأيي إنه نشتريها. قلت لها لواحظ، قلت لها هنشتريها إزاي وهيدي؟ قلت لها لا 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 لا، نشتريها ومنفرشها لوكس، أنا هلق بقيش لها قيمة، يعني نفرشها لوكس ومنحولها إلى أوتيل لواحظ وراشيل. هيدي أساس ال، نعم نعم، لأنه حضرتك ذكرت أكثر من مرة، إيه طبعاً، حبيت أسألك هذا الساق، بيت إنه هذا أكثر شيء معبر، ينطبق على وضع ال، نعم، الجامعة الدول العربية. نعم. في خبر دكتور، ما بعرف بدلالاته يعني كيف يمكن تقراه هلأ من شوي، أنه انسحاب الأليات العدو الإسرائيلي من كل الجبهات اللي كانت عم تحاول يعني تتقدم فيها من الشمال والوسط والجنوب في قطاع غزة إلى غلاف غزة، يعني ما بنعرف شو دلالات هذا الموضوع. ويت اند سي، خلينا ننتظر تنشوف، عرفتي كيف؟ ممكن بإطار تبديل قوات كمان، أي. حدا بيعرف، لأنه كنا عم نشوف عم ينحكى لدى قوات الاحتلال عن ما يعرف بالمرحلة الثالثة، ما بنعرف إذا هيدا بيدخل بتكتيك يعني، أو هل استخدام من الجو أسلحة معينة أو شيء، بدك تشوفي، لأنه أنت عم تتعاطي مع ناس برابرة وحوش، يعني ما عم تتعاطي مع بشر، عم تتعاطي مع حثالة أنواع المخلوقات، يعني هودي كلهم اللي بيقبل يكون مواطن بدولة إسرائيل هذا من حثالة المخلوقات، عرفتي كيف؟ مكرهاً، نعم، اللي بيقبل غير بإرادته وخياره، نعم، إنه يكون مواطن بدولة اسمها إسرائيل، هذا حثالة المخلوقات. أما اللي مكرهاً لا، والفلسطيني المتمسك بالأرض حتى لو حمل الهوية الإسرائيلية لا أكيد حرام، هذا ابن صاحب البلد الأصلي، صحيح، إيه طبعا، وهذا بالنهاية المستقبل له طبعا. على كل حال، نعم، على كل حال دكتور، يعني هيك إذا بدنا نحاول نعمل خلاصة يعني، نعم، لهذه الحلقة، نعم، خلاصة لليوم عم ندخل بالشهر الرابع، نعم، للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين على غزة، هذه الخلاصة لوين بتقودنا؟ أول شغلة، نعم، نعم، أول شغلة تقودنا سيدتي إنه لا نضلنا نفكر، بس هالمرة بشكل أقوى، بشيء اسمه عامل الوقت، أه، والعدة والعتاد، ما فينا إلا ما نتذكر هذا الأمر. ولذلك الأمريكان من الأول قيلن لهم بتكفوا للآخر، ما يهمكن، مفتوحة، وبتضل مفتوحة إلى أن ما يعود عندهم رصاصة، يعني تتوقع وقت طويل. لذلك هذه فتحت شو اسمه، نعم، هو قرار أمريكي من الأول، يعني مش شو اسمه، هلق بدأوا من الأول فوجئوا بنوعية المقاومة الفلسطينية، مع الوقت عمال يفاجئوا ويكتشفوا أنه نوعية البلاد الموجودة تحت الأرض، يا الله شو فيها عظمة، هي للتاريخ تذكر تعلق هذا الإنسان الفلسطيني بأرضه، نعم، عرفتي كيف؟ صحيح، إيه بالزمان سيدتي، تفضل، بيقول بن غوريون لصديقه الوحيد اللي كان معتبره صديقه نحوم جولدمان، هن اثنين من آباء دولة إسرائيل، نعم، الثالث وايزمان، نعم، جيد، بيقول له بجلسة هيك وجدانية، وكتب نحوم جولدمان بكتابه بعنوان المفارقة اليهودية، كتب حديث شو صار، بيقول له بالليل كان حديثهم وحدهم مع بعضهم، بيقول له لو كنت
مكان العرب، ويقصد بالعرب الفلسطينيين، لا يمكن أن أمضي على اتفاقية سلام. قالوا ليش؟ قالوا لأنه نحن بالنهاية سرقنا أرض، صحيح، سرقنا بلاد. استخدم عبارة بلاد، أنه هذه البلاد ما اسمها إسرائيل، هذه اسمها فلسطين، مش كدولة. سرقنا بلاد، عرفتي كيف؟ وبالتالي لن يغفروا لنا. شو اسمه؟ صحيح أنه قال الجيل الثالث بينسى وكذا، بس أيضا قال بنفس هذا اللقاء، قال أنا بضمن أنه بموت أدفن هون، بعد 50 سنة ابني ممكن أن يدفن بهذه الأرض، ولكن أكثر من هيك مع أحفادي قد لا يدفنون في هذه الأرض لأنها تعود لأصحابها. يبدو عم تتحقق نبوءته يعني، ويبدو أنه الشيء اللي عاملينه فلسطين تحت الأرض إن شاء الله على ما يبدو هي معجزة من معجزات الزمان هيدي، على ما يبدو أنها تستطيع الصمود طويلا طويلا طويلا، ولكن هذا الصهيوني هو اللي ينهار حكما ينهار يعني. نعم. على كل حال هيدا هو الفرق بين صاحب الأرض وبين سارق الأرض، اللي يعني حضرتك طبعا قال عنه إنه صحيح هن عم يوصفوا حاله المراكشي إنه روحه صحيح بالدق، أما هديك روحه وين؟ هديك مستولي على الأرض، هديك سارق. نعم. هذا صاحب الأرض. نحن للأسف دكتور وقتنا انتهى، أنا كتير بدي أشكر حضرتك دكتور حسن حميدي، أهلا وسهلا للمشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.